نعم بالتأكيد شوارع مهمة ورئيسية، راح نشوف هناك حركات عمل بها اللي هي الجذرات الوسطية وتأهيل الشوارع بالشوارع المحاور الرئيسية، شارع اللجنة الأولمبية، شارع قازينو لبنان، شارع الجمهورية ارتباطها بشارع السينالكو. هذه الشوارع سيتم العمل بها قريبا، هي الآن في طور الإحالة لتأهيل وتزيين الجذرات الوسطية و ترميم ما تبقى من هذه الشوارع بعد قسم منها كانت فيها داخل الخطوط الناقلة، أيضا يعاد ترميمها وتصميمها الجديد.